صافا لاباس عليكم، كي درتو؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، موضوع جديد وبرودويات كذلك جداد. اللي كنتو اول مره كتشوفوا لاشين ديالي، ما تنساونيش بالضغط على زر الاشتراك وديروا لايك لا فيديو باش كتشجعوني. اليوم جيت لكم بموضوع اللي بصراحه بزاف وبزاف وبزاف ديال الناس سولوني عليه، بزاف ديال البنات كيعانيو منه، بنات ودراري كيعانيو منه. جيت لكم اليوم دي برودوي اللي انا صراحه مجرباهم، اللي النتيجه ديالهم كانت رائعه جدا بالنسبه ليا، عجبتني النتيجه، فقررت انني نشارك معكم داكشي اللي انا جربت. يعني كاينين بزاف ديال لي برودوي بيان سور، مايمكنليش انا نجربهم كاملين، يعني على حسب تجربتي جربت انا هاد جوج ديال لي برودوي، فجيت نشاركهم معكم. الناس اللي كتعاني من القشره، الناس اللي كتعاني من القشره، يعني اللي يستعملوا شي برودوي وجاتهم ولا جاتهم يعني بمشاكل اللي هما تيكونوا ديال ستريس ولا على اي نوع ديال القشره، جيت لكم بالحل ديالو اللي انا صراحه جربته وعجبني بزاف، اللي هما هاد جوج ديال لي شامبوان، اللي هو ديركوس ديال لاغام فيشي وكابيديرما ديال لاغام كابيديرما. صراحه عجبوني بزاف، استعملتهم كانت النتيجه فريمون مرضيه جدا. الناس اللي عندهم نبداو بهاد جوج بعدا هما الاولين، هادو ديال فيشي ديال لاغام ديركوس. الناس اللي عندهم القشره يعني كما تنقول لكم، يا اما كطيح لهم على حوايجهم ولا كتبقى لاصقه في الجلده ولا كيكونوا دوك لي بلاك ديال القشره اللي كيكونوا لاصقين بصح في الجلده، يعني كنصحكم بهادو بهاد لي شامبوان هادو بجوج، ماشي بجوج في سميتو، مي فيهم اختلاف ديال ان بحال هذا بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر جاف، يعني الشعر كيطيح لهم على حوايجهم، الشعر اسمحوا لي استسمح، يعني القشره كطيح لهم على حوايجهم، يعني ما كيقدروش انهم يلبسوا شي حاجه اللون ديالها مغلوق تيلمو انه كتشوه لهم بالقشره، وخاصه بالنسبه للدراري بزاف. كنصحكم بهذا، هذا خاص للشعر الجاف، يعني مادام ان القشره كطيح لك على حوايجك، كطيح على حوايجك، كتحك راسك ولا كتحكي راسك وكيبان لك داكشي هكاك تيطير، يعني عندك الشعر جاف. بحالي انا عندي الشعر جاف، يعني كنت راه غير الا ديت يدي راسي راه كيبان لكم داك كيبان لي داكشي اللي بدا تيطير. فجربت هذا صراحه عجبني بزاف، هو اللي كان عندي صراحه ديسپونيبل، هو اللي كان عندي استعملته صراحه عجبني عجبني، ومن من السيمانه الاولى شي من السيمانه الاولى والله حتى غيبان لكم الفرق، يعني النتيجه ديالو واعره بزاف. يعني هذا كيتغسل، هما كلهم كيتغسلوا جوج مرات في السيمانه، في كل غسله كديري دوكوش. الغسله الاولى يعني غير كنقولوا كتمشطي بها شعرك وكتشللي باش كتحيدي داك الوسخ اللي تيكون في الشعر، والغسله الثانيه ديال انك كديريه وكتخليه يعني تيبقى في الشعر واحد 5 دقائق حتى 10 ديال الدقائق، اي ابري كتشللي. يعني قلت لكم ان اللي تبعتوا هذه الطريقه هذه راه في سيمانه غيبان لكم الفرق، يعني السيمانه الاولى الثانيه مع المده غادي يبدا كيتحيد، غتحيد داكشي بمره بمره. عندكم هذا كما قلت لكم بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر ناشف، وكاين هذا اللي فيه خط زرق بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر ميدم، ها هي راه مكتوبه شوفو غرا وكاين هنا شوفو سيك، يعني حاولوا ديما يعني قولوا بلي راه عندي الشعر ناشف باش تاخذ على حساب الشعر ناشف، ولا الشعر ميدم باش تاخذوا على الشعر ميدم، ما تغلطوش في هذه القضيه البنات. وما كينشف الشعر يعني هذا على حساب الشعر ناشف، فريمون كتحسوا بواحد ليدغاتاسيون كيخليها لكم في الشعر، كيطلق لكم الزغبه وما كيخليش لكم الشعر ناشف. يعني ديما دومونديو اللي غادي يليق لكم شعركم، ما تاخذوش ما يكونش عندكم الشعر ناشف وتمشيو تغلطوا وتاخذوا ديال لي شوفو غار غينشف لكم الشعر. كاين هاد كابيديرما، هاد كابيديرما صراحه انا كنت استعملته كان درت واحد البرودوي، استعملت هذا في الاول مشات لي القشره ما بقاتش صافي، قلت مزيان اليز ما بقات حتى شي حاجه عندي في شعري، بلاني الله شديت لو شامبوان اللي كنستعمل انا ديما، درت فيه واحد البرودوي كيتخلط مع لو شامبوان، ما رديتش البال ديال ان داك البرودوي بيريمي اللي خلطت مع شامبوان بيريمي. استعملت شامبوان النهار الاول، النهار الثاني، السيمانه الاولى تيبان لي عاوتاني رجعت عندي القشره ورجعت عندي مع الحكه ودي بلاك، يعني القشره يعني فاش كنحيدها بحال هكا كنجبدها لاصقه مع الزغبه وكبيره. خديت هذا جربته، حتى هو النتيجه ديالو ما نعاودش لكم، واعره 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 واعره، وتا هو راه من الاستعمال الاول راه غيبان لكم الفرق في الشعر، يعني ديك الحكه ما غتبقاش، غادي تحسي به انه كيطلق لك حتى هو الزغبه، رائع البنات. هذا باش اللي زايد فيه انه البنات اللي دايرين الكيراتين ولا التانين ولا البروتين لشعرهم ولا اي سوان لشعرهم ممكن انهم يستعملوه، لانه ما فيهش السلفات وما فيهش البارابين،
ما فيهش سيلفات وما فيهش الباغا بين البنات، يعني ممكن انكم تستعملوه بعينيكم مغمضين. يعني بالنسبه للبنات اللي كتلقاهم دايرين لاكيغاتين وكيخافوا يديروا شي حاجه على حساب القشره، واللي ضر لهم داك الصوان اللي هما دايرين يستعملوا هذا ديال كابيديرما، وراه كيمشي جميع انواع الشعر، يعني ماشي ما محددش للشعر الجاف ولا الشعر الدهني، كيمشي جميع انواع الشعر. يعني هذا بالنسبه للبنات اللي دايرين كما قلت لكم اي صوان شعرهم، سواء كان كما قلت لكم كيغاتين طانينو ولا اي حاجه، يستعملوا هذا، راه ما فيهش سيلفات وما فيهش البارابين. باغ كونطخ هذا راه فيه سيلفات، يعني ما يمكنلكمش انكم تستعملوه الا كنتو دايرين شي واحد في هاد لي صوان. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. اسمحوا لي استسمح لي بري، هذا داير 155 درهم، 155 درهم، وهادو لي بري ديالهم سي 106 درهم فاصله 67، يعني تقريبا نقولوا 107 دراهم، يعني هادو بجوج 106 درهم في 106 درهم، وهذا 155 درهم. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. تهلاو فراسكم، الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.